مواصلين مع الفقرات برنامجنا الرزنامة الفلاحية مع سي عبد الرزاق الفقي لليوم 2017 25 شتنبر 2017 بالتقويم اليولوسي 26 شتنبر 1967 بالتقويم البربري الأمازيغي الجربي. صباح النور. صباح الخير. مرحبا. اليوم عندنا 41 يوم. يوم في الخريف. الخريف. هكا الخريف هو العام. نعم. تصب المطر تبرد تسخن تعاود المشي تعاود تصب نهار الأربعاء وبعد تعاود تسخن. نعم. لكن مش برشا. خاطر قريبا نصفوه. سي عبد الرزاق اليوم عندنا الزيتون وإحنا توا تبارك الله بدينا تقريبا في الموسم الزيتون بتاع الطاولة والزيتون بأنواعه كنا حكينا عليه في الحلقات السابقة. اليوم أخذينا نوع جديد. حكينا على البسباسي. أي هذايا يا سيدي نوع آخر. أي راهو ثم اسم نجمو نقولوا جامع يقولوا كتوبري وإلا اتكوبري. هذا ماهوش اتكوبري، هذا ليموني. ليمون. اي نجم الناس تسميه اكتوبري احنا باش المشاهدين يفهموا. إيه؟ كلمه اكتوبري ما تحكيش على نوع، تحكي على الوقت، الوقت بتاع اللي واحنا تو في اكتوبر. اي اللي نلقاو فيه هذاك الليمون على خاطر خشين كيما الليمون. كيما الليمون. اي حاضر معانا ليمون. الليمون شفت قد قد تقريبا قد اكل ليمونه مازالت خضراء ماشي تصفار وهذيك ليمونه انا ملحتها عم الاول. اي باش نسالك انا بطبيعه على اللون الاصفر هذه ملحه. هذه ملحة والأخرى. وين نلقاوها الليمون هذايا؟ كيفاش؟ وين نلقاوها هذايا؟ نلقاوها في الأسواق. معروفة في قليل شوية. إي في المنطقة أنا هي أكثر معروفة. في الوطن القبلي. ممكن الحمامات ممكن. نعم. وأساسا الحمامات. إي وهذا إذا كما قلنا الليمون هذايا نجموا نملحوها بطبيعة. كي صفار. إي. كي صفار نملحوه هكا كي يتملح يغمق شوية. إي يغمق شوية مزيان برشا. وفوحوا به الزيتون الليموني. باهي فوحوا به الزيتون الليموني. تعرف كيفاش كيفاش نملحوا. واو عندنا حاجه جديده اليوم معنا. هذاك باش ما نستعملوش شي حاجه ماهيش طبيعيه. هذاك من لوح الزيتون. من لوح الزيتون. من لوح الزيتون. هذا الطابو نحطوه نحطوه باش الزيتون ما يطفش. الزيتون ما يطيف. خاطر الملح ديما يهبط لوطه خاطر رزين وزيتون يطف اذا كان طف مع الصالح. باهي بالنسبه للزيتون من المستحسن كنا نعملوا له بطبيعه نملحوه. شنو هي النوعيه الحاجه نحطوا فيها؟ شنو هي احسن حاجه؟ قبل كانوا يحطوه في الازيار. اي الزير. طين. تو الازيار قلت. قلنا نزينوا بهم الازيار. زينوا بهم. تو احسن شيء هي البلار. بلار. وراهو البلار ثم اواني كبيره كبيره كبيره. نمشيو للبلار احسن، يكون البلار. فاتح ولا غامق؟ إذا كان لقاوا غامق أحسن. إذا كان ما لقاوش ما يحبش برشا وإلا نحطوا في بلاصة وزيت وزيتون والغلال الكل ما يحبوش الضوء. نجم نحطوه في بلار أبيض ونحطوه مخبي معناها بعيد على الضوء وبعيد من غير شك على الهواء وبعيد زاد على في الكوجينة بعده على الكوجينة شوية. خلينا نذكر السادة المشاهدين هاي الزيتون هذايا تو قلنا الليموني كيفاش نملحوا خلي يتبعوا فينا. تو المرأة اللي جاتها الفكرة تو باش تمشي تاخذ شوية زيتون وتملحوا اللي ما تعرفش أول مرة باش تجرب. باهي لأول مرة أولا نغسلوه بالقدا. إيه باهي وبعد ذلك نسقوه قطع ومقطوع بسكينة من غير ما نحلوه. إيه؟ باش الفاح يدخل والملح يدخل فيه. نحطوه الكعيبه بحدا الكعيبه بحدا الكعيبه بحدا الكعيبه. نرصفوه. نرصفوه تقريبا ثلاثة ارباع. بعد نصبوا عليه ماء فيه 33 غرام على الليترة ملح خشين. خاطر الملح الخشين ياخذ وقت باش يذوب. ايه. ونسكروه مليح نحطوا الطابو هذاك وما نخليوش يطف بعد 15 يوم نبداو ناكلوا فيه. به اذا الزيتون هذا متوفر معناتها نلقاوه تو في المارشيات. تو بدا جديد جديد هذاك تو. به التفويح فما ناس راهم يزيدوا مثلا فما شكون يزيد حاجات مثلا في المره اللي فاتت قلنا على الفلفل الشايح. اي مع الزيتون هذا شنو نجمو نزيدوا؟ الليمون في البرك. يس في البرك. انت معناتها بالنسبه لك الليمون يزيد. انا الحقيقه جو سوي ان بيوريست. معناها حاجه على الطبيعه شيء بشيء. كل حاجه والمذاق نتاعها. كل واحد كل حاجه والمذاق. باهي باش نمشي طول ثمره. اي ثمره مهمه برشا وعندها برشا منافع ولات معروفه في بلادنا الافوكادو. معروفه في بلادنا اي جديده في بلادنا. اي جديده. هذيك من تبروه. اي باهي ولات ننتجوا فيها حاجه باهيه برشا. هي اصلا من امريكا الوسطى. اي وقعدت غاديكا برشا قرون. ايه.
واكتشفوها في فتح ولا لازم تقول اللي تحب انت للامريكا الوسطى وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. من كلمه الغلال اللي لقاوهم لقاو الافوكا، كلمه افوكا جايه من كلمه استيك هكا الشعوب القديمه نتاع امريكا، سميوها ابوكاتو وقعدت حاسينو تبدلت برشا. قال الفرنسيس قالوا افوكا، احنا قلنا افوكا، يزروها في مصر يقولوا ابوكاتو. ايه باهي. تو اكثر بلاد تنتجها هي امريكا الشماليه هي الولايات المتحده. هي تحب التراب الباهي اليابس شويه وتحب الحراره وتحب الماء. احنا تو جربناها في الشمال، جربناها قلنا هذيك من طبربه، اما في جهه بنزرت يزرعوا فيها برشا، اما مازالت جديده عندنا ومازلنا ما نعرفوهاش. الافوكا ما يتاكلش طيب والا طيب في اخر الماكله. هو الاكثر يمشي سلطه. يمشي سلطه. عندك طريقتين للسلطه. هو نوعين الحقيقه، ثم النوع هذا اللي بدري وتو نجيبوا النوع الاخر، هذا اخضر يلمع الاخر مستكحل وجرانيولو معناها فيه الاحر شويه في تموجات. هذا تو يجي سلطه. كيفاش نعملوا سلطه؟ نقصوها على اثنين والواحد نتاعو كبير. نحو القلب نتاعو. بعد عندي طريقه تو نقول لك عليها. اللب نتاعو نحيوه ونسايسوا باش القشره تقعد. القشره تولي وعاء يعني. زيدوه شويه بصل شويه فلفل كما نقولوا ماذا بينا مش حار اما مسكي ولا حلو. وشويه طماطم ونخلطوهم شويه ملح وشويه فلكحل وزيت زيتونه، نعومهم بزيت زيتونه ونقدموهم كآنية. والا الكل كله نقصوه ونحطوه في حاجه في صحن ولا في حاجه اخرى. ايوه فما شكون زاد يضيف له مثلا شويه كروفيت، معناتها انت وشنو شنو تحب مثلا الإضافة. في بلدانه. في فما اضافات نجم كل واحد شنو ينجم هو حاجه بركه اللي هو قوي شويه معناتها في برشا سعرات حراريه نافع لكن لازم نكثروش منه برشا. يهضم برشا برشا. بالطبيعه كما قلنا هذا مهم برشا كما معناتها الثمره هذه نستعملوها حتى في زاده في الشعر فما شكون يستعملها بالعسل وصفه باهيه برشا لتقصف الشعر. في قلبه ما كان شفت. شكرا لك يعطيك الصحة سي عبد الرزاق على المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم كما قلنا بالنسبة لي موعدنا معاك نهار الاثنين زيتون ومازلنا باش نحكي ويظلي مش كان عنا وعدنا مازلنا نجيبوا زيتون مازلنا وين يطيح الزيتون جديد وين يطيح النوعية نجيبوا تو نجيبوا الباروني أخشى منه ولا بيض حمام كيف ولا أخشى منه وبعد عاد يبدأ الموسم تاع الزيتون اللي نعصروه هذاك حتى هو يتملح. نعم يعطيك الصحة كما قلنا مهم برشا قلنا فما الزيتون معناتها الأحجام في تونس يمكن أنا أول مرة نكتشفها المعلومة هذه اللي فما أحجام كبيرة برشا كبيرة. عندنا 63 نوع تاع زيتون طاولة إن شاء الله نحافظ عليهم الكل، يلزمنا نشريوهم ونستعملوهم باش ما يضيعوش. هو يظل يدورنا باش نوريوهم ونقولوا عليهم وين يتم إنتاجهم حتى الناس نشجعوهم زاد هذا في الشمال. إي باش نعطيو فكرة زادة للناس تولي تشوف معناتها نوعية هذايا الزيتون. شكرا ليك يعطيك الصحة عبد الرزاق. احنا تو باش نمشيو مع زميلتنا فاطمة سويد مع اللي خميس ببطان نرجع له خميس قبل فاطمة. خميس مرحبا بك مجددا. مرحبا بك. مازلنا في الرمان وفي جني الرمان وتحية لأهالينا في جابس. كان نجم نقول لك نعم احنا عندنا شكرا ليك بطبيعه الحال ولايه جابس من المشاهدين الاوفياء بطبيعه الحال للقناه الوطنيه الاولى واحنا اليوم كما ذكرنا منذ قليل في واحه من الواحات الغناء في منطقه كتانه من ولايه جابس في الحقيقه اللي تحتفي بانتاج ماده الرمان هذه الايام كما تحدثنا في الفقره الاولى مع الهيئه المهرجان ثم مع الاستعمالات بطبيعه الحال الثانويه المهمه لماده الرمان في ولايه جابس ولكن باش نحكيو على ماده الرمان وتتواصل الاجيال القادمه خاصه لما يهتموا بها
الشبان بطبيعة الحال، وهم يكونوا الفلاحة، وهم اللي ينتجوا، وهم اللي يساعدوا على ديمومة هذا القطاع. هذاك علاش نحكيوا شوية مع أخونا وصديقنا علاء الحزامي، هو أحد الفلاحة الشبان في منطقة كتانة. أكيد فرحانين برشا بموسم الرمان، فرحانين بالمهرجان، ولكن بطبيعة الحال ديما تحبوا أن الرمان يكون معروف أكثر، ودائما ما يكون معروف أكثر لما توفر مواد الإنتاج خاصة الماء وغيرها المهمة بالنسبة للحصول على الجودة في هذا المنتوج. مرحبا بك شيخ ميس، مرحبا بالوطنية الأولى. بالطبيعة احنا نحب نقدمه في الرمان ونقدمه ما أحسن، وما عندنا مشاكل. صح نعرفه صعب رمان كتان المنطقة هذه اللي هي مصنفة كأحسن رمان في الجمهورية، وتمثل 14% من إنتاج ولاية جابس في حدود 7000 طن. بعدها نحكيوا عليهم بعد اللي نعطينا شنو الرمان في كتان. الرمان كما حكيت لك هو منتوج الأول في منطقة كتان، أما نعانوا رانا من مشاكل كبيرة كبيرة ياسر. أبرز المشاكل، أبرز المشاكل المياه. مش معقول الفلاحة تجيه الدورة المائية على في حدود شهر وشهر ونهارين. هذه حتى الزيتونة معناها ما تصبرش عليها مش الرمان. عندنا تو بريسك 5 أو 6 سنين نجروا، بعثنا ملفاتنا للوزارة للمندوبية، ما لقينا حتى رد. معناها نقص كبير ياسر 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 في المياه. هذه مشكلة الفلاح الأولى. يتوفر الماء معناتك شبان الكل يرجع لقطاع الفلاح؟ يرجعوا تو الناس كلها هجرات قطاع الفلاح. تو برسك في كتانة مثل 3 فلاحة سيبت الغيبة نتاعها، ما عادش ما عادش خالط اللي كانت غابة تخرج في 10 طن ولا تخرج لها في 7. هذا كل المشكلة الأولى المياه. ان شاء الله بطبيعة الحال صوتكم يكون مسموع على بطبيعة الحال، خاصة الماء، لأن هو الماء هو أساس الحياة، هو الإشكال الكبير اللي موجود في المنطقة هذه وفي ولاية جابس ككل، هو توفر الماء بطبيعة الحال اللي تستعمله الفلاحة في إنتاج مادة الرمان. صديقتنا سيدة أمال الغيلوفي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بولاية جابس بالمندوبية الفلاحة، حكينا في كلمتين على المنتوج السنة، وبالنسبة للماء تجاوبوا معناتك بشكل مباشر شنو كيتجاوبوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا بالإذاعة الوطنية. كما تعرفوا معناها الرمان هو من خصوصيات الجهة، ومن خصوصيات من الثمار من خصوصيات الجهة. بالنسبة لولاية جابس هي تحتل المرتبة الأولى في المساحات المغروسة وفي الإنتاج، حيث تمتد معناها المساحات على 3000 هكتار، أي 1.3 مليون أصل. بالنسبة للإنتاج تقديرات الأولى الموسم هذايا في حدود 35000 طن، زيادة ب 16% مقابل الموسم الفارط. بالنسبة للتصدير معناها قاعد يمشي بنسق معناها بطيء شوية، كانت السوق الليبية هي اللي تحتل معناها المرتبة الأولى. معناها ماهوش شكل منظم، ما فماش معناها ترويج، توجه معناها تنقص شوية، معناها ماشي صحيح في التصدير. كنقارنوا بالإنتاج تو 35000 مقابل معناها 2300 طن التصدير، فما نسبة ضعيفة شوي، خاصة كيف معناها تحبس السوق الليبية، فهمت؟ خميس. بالنسبة للماء في كليتي. بالنسبة للمياه صحيح فما معناها إشكال في الدور المائي، لكن فما حتى قلة التنظيم، خاطر هو هذايا معناها تاك تشوف هنا الانتاج تاع الرمان ما شاء الله هذا، لكن فما معناها جينا ايام كما سنيجت ايام معناها سخونه برشا، هذيك توقع معناها عمليه التنفس تقوى برشا. اكيد ان شاء الله باش تلقوا لهم حل في القليل باذن الله نلقوا برشا. نعم هنا. شكرا يعطيكم الصحه. نعم. وان شاء الله صوتهم وصل يعطيهم الصحه، وشكرا ليك على الصور الحلوه برشا اللي وصلتنا من ولايه جابس تحديدا من كتانة، وكما قلنا انتاج وفير. ان شاء الله التوانسه زاده يقبلوا على الانتاج هذايا والمنتوج، ويستهلكوا الرمان التونسي اللي عنده جوده وكذلك اللي عنده برشا منافع في صحتنا. شكرا لك خميس على النقطه هذايا وعلى تدخلك معنا اليوم، وتحياتنا لاهالينا في جابس. احنا توا باش نمشيو مع عنصر مصور، العنصر هذايا الموضوع نتاعو البراكاج في وسائل النقل والتحرش في وسائل النقل بصفة عامة، مع زميلتنا ملاك اليزيد، ثم نواصل بقية استضافاتنا لهذا الصباح. من 3000 امرأة 1556 يستعملوا النقل العمومي، 348 منهم تعرضوا للعنف في وسائل النقل، و15% منهم تعرضوا للتحرش
في وسائل النقل. نسبة خلينا نتسائلوا وين ماشيين، وخلت الشعار اليوم المتحرش ما يركبش معانا. هذه كانت نتائج دراسة قام بها الكريديف أواخر 2015 حول العنف المسلط على النساء. الدراسة هذه سلطت الضوء على ظاهرة بدأت تتفاقم في مجتمعنا اسمها التحرش، خصوصاً في وسائل النقل. في 2017 انطلقت الحملة. إضافة إلى كل ما هو معلقات اللي هي تقليدي، يعني وسيلة اتصال تقليدية، هناك لبغساخ وهما يحملها المواطن اللي حب يدعم هذه الحملة، واللي احنا وزعناها على مختلف المواطنين، واللي تتلبس ومكتب فيها شعار الحملة المتحرش ما يركبش معنا. اخترنا هذا الشعار على أساس إحراج المتحرش ورفض المجتمع ليه. ثم هناك شريط فيديو، هو شريط قصير لكن توعوي، قام به أحد الناشطين على المواقع الاجتماعي اللي هي هو سيف بن عمار المعروف أخ سوجي. بارفيك ما تعرفش اللي بعملك هذا من نجم نهزك تبحث. بارك الله عاوز شهود بزيد. بنتي لحظة قال له تبحث. بنتي ايش باش نبحث بتاعك؟ جيت نبزنس فيك باش ترسلي واحد ومركز ونبحث وما نعرفش شنيا. انتي تستاهل أكثر من هكا، ماشي بالك نورمال اللي عملته. أنا واحدة من الناس ما عادش يساعدني كل مرة تتعاود نفس الحكاية. لما كان جيت كل طفلة تعرف كيفاش تدافع على حقوقها، طلع بدي كيف يتربوا. وزارة النقل كان لها دور كبير في الحملة هذه، وفرت وسائل النقل التابعة لها، وكانت تنسيق مع الكريديف. شركة نقل تونس فاجئتنا وأعطتنا خطوط من الحافلات، أعطتنا كل الخطوط من المترو الخفيف، وأصلاً وسعتها حتى للقطارات. يعني كانوا الحقيقة بروفيسيونيل على الأخر، كانوا مهنيين على الأخر. الشبكة كاملة ما تنجمش تغطيها، علاش؟ خاطر عندنا شبكة بتاع تقريب 7000 كيلومتر يومياً. شركة نقل بتونس تنقل ما يقارب 500,000 مواطن يوميا، والاكتظاظ في وسائل النقل كان من بين الأسباب معنا اللي كثرة الظاهرة هذه. حملة ضد التحرش، الحملة هذه كانت مهمتها تسليط الضوء على الظاهرة، لكن الأهم هل أنه باش يقف العمل عند الحملة؟ الهدف الأساسي متاع الشركة وكل ناقل عمومي هو نرجعوا الحس بالأمان في وسائل النقل، هذا في بما في ذلك التحرش والاعتداءات إلى غير ذلك. عندنا منظومة أمنية، وكانت شركة نقل بتونس هي سباقة فيها، تم انتداب معنا مجموعة من الأعوان، تم تكوينها معنا طريق معنا الإطارات المختصة لوزارة الداخلية، هما أعوان وشركة نقل بتونس يتنقلوا على متن وسائل النقل بالمحطات، يرصدوا السلوكات السيئة، التصرفات الخبيثة إلى غير ذلك، ويقوموا بالإجراءات اللازمة مع السلطات الأمنية. هو عمل دائم مش ظرفي بالنسبة لنا كشركة، لكن نزيدوا ندعموه بالعمليات من الحملات الأمنية اللي نقوم بها بالتشارك مع السلطات الأمنية على جميع الخطوط. التحرش في وسائل النقل لقى ردة فعل عنيفة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتبروا سلوكية النساء قد تجر للتحرش بهم، موقف ما يسندوهوش برشا، لأنه التحرش يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المصادق عليه في جويلية 2017. قانون مناهضة العنف ضد المرأة، واللي نص الفصل 17 منه على أنه يعاقب كل من يتعرض لمرأة في فضاء عام. التحرش ظاهرة من الظواهر اللي بدأت تظهر في مجتمعنا واللي بدأت تتفشى، واللي لازم اليوم نقضيو عليها. نرجع معكم لبلاتو صباحك يا تونس. نتحدث الآن في موضوع مهم برشا، اللي هو إعادة هيكلة الموارد البشرية. اليوم تعرفوا أنه تم الإعلان يعني على تسريح عدد من الموظفين، خاصة على مستوى الناس اللي قريب تخرج للريتريت، ينجموا يخرجوا وياخذوا منحة. هذية ما نعرفوش إذا كان المعلومة معناتها صحيحة بالطريقة هذه وإلا لا، نحاولوا ناخذوا المصدر الرسمي في الحكاية هذه. حبوا نعرفوا اليوم الموارد البشرية متاعنا اللي موجودة في المؤسسات، سواء كان العمومية وإلى الخاصة، كيفاش يتأقلموا مع ظروف العمل، كيفاش يعملوا بجودة مهنية خاصة، وكيفاش الظروف تكون ملائمة للعمل، كيفاش يرجعوا قيمة العمل في حد ذاته. اليوم أطلق المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية اللي تابع لرئاسة الجمهورية بالاشتراك مع ميد إرهاش، تنمية الموارد البشرية على
مستوى البحر الأبيض المتوسط شراكة للانطلاق الفعلي في إصلاح على الأقل ما يحصل في المؤسسات، خاصة لإرجاع روح وقيمة العمل. تحضر معي في البلاتو هذه الحديث عن أكثر تفاصيل مدام عفاف خضير معزول، أهلا وسهلا ومرحبا بك، خبيرة في الموارد البشرية. اليوم الموارد البشرية متاعنا تستحق لشكون يعنى بها، شكون يأطرها، شكون يوريها، كيفاش تشتغل على الأقل. نعرفوا أنه ظروف العمل ولات قاسية لدرجة أنه الناس الكل ولات على أعصابها، والناس الكل ماهيش لاقية الأرضية الملائمة باش تعمل في إطار يعني بعيد عن الضغط، بعيد عن التوتر. كيفاش أنتم تخدموا اليوم عفاف؟ شكرا فاطمة على الاستضافة. نعم. وباسمي وباسم فريق العمل ميديغاش نحييكم ونقول لكم ديجا يجيو بحدينا نهار 3 و 4 نوفمبر الجاي باش تحضروا للندوة هذية. نعم. هي لقاء ما بين خبراء في الموارد البشرية على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ومش كان البحر الأبيض المتوسط. عندنا من أفريقيا، عندنا من الغيف نور. نعم. من في البحر الابيض المتوسط، من اوروبا زاده باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا ايفيكتيفمون على الموارد البشريه. عفاف اليوم جيت في السياره نتاعك ولا تاكسي ولا كيفاش؟ جيت في السياره نتاعي. في السياره نتاعك. ثم برشا ناس اليوم لقاو مشاكل في التنقل باش يمشيوا للعمل نتاعهم، اضراب قطاع التاكسيات. معنا فاطمه سويد في المباشر باش ناخذوها في مراسله خارجيه باش تحكي لنا على الوضع اليوم في القطاع التاكسيات، شنو اللي موجود وحاصل بالضبط. فاطمه تسمع فينا؟ مرحبا، نسمع فيك فاطمه. احنا توا في المباشر قدام باب عليوة، فما الاضراب نتاع التاكسيات. معنا سي فوزي الخبوشي، هو الامين العام لاتحاد التاكسيات الفرديه، باش يقول لنا علاش صار اليوم الاضراب وشنو مطالبهم. مرحبا بك سي فوزي. مرحبا. مرحبا بك. علاش التاكسيات اليوم عاملين اضراب وهكا المواطنين قاعد بلاش تاكسيات، شنو مطالبكم وعلاش؟ نتاسفوا ساعه لتعطيل حركه، خاصه المطالب تاع المواطنين، لكن التاكسيات جات مضطرة. السلطة هي اللي وصلتنا للحالة هذه. كيفاش؟ السلطة اني ما جاوبتش مع المطالب نتاعنا. احنا عندنا عدة مطالب، خاصة في زيادة في التعريفة، التأمين، المحاضر المشطة اللي قاعدة تستعمل فيها الهرس اللي تستعمل فيها السلطة هذه في تجاه سائقي سيارة الأجرة، التأمين، الفحص الفني. هذه عدة مطالب احنا اقترحنا على وزارة المالية واقترحنا على وزارة النقل ان تكون حتى نتاعنا، ولكن للأسف السلطة ما جاوبتش. ونقطة أخرى نحب نضيفها بالله، اللي هي كون على الصناع. الصناع قدمنا مقترح تاع تطهير القطاع من جميع الدخلاء اللي هم الدوبل فونكسيون. عندنا صناع تخدم في 10 سنين و12 سنة والتو متحصل على رخصة، واللي هو من حقه والواجب نتاعو تنحاه اللي عنده الدوبل فونكسيون وتعطاها للمستحقين نتاعها. هذه ما صارش فيها حتى إجابة. المطالب السيارات جات عندنا سيارات مغشوشة. الحقيقة إني هي بالنسبة للسلطة استعملت معنا جميع أنواع الإبادة. ونعود نقولها ونحمل السلطة، لأنه نعطيك مثل وزارة المالية، وخاصة مع المعاملة مع البنوك. كي تمشي للبنك باش تاخذ قرض يقول لك تاكسي ما نعطيكش. هذه عملية تمييز وعملية حقرة، اللي هو التاكسي هو في حد ذاته قاعد مساهم في الدورة الاقتصادية والدورة الاجتماعية، لكن للأسف ما رينا منها حتى شيء. عن السلطة دي ما قدمت لنا حتى شيء. تخيلي أنت وقت تقع زيادة زاد ب 20 مليم وب 30 مليم، اللي هي قطاع الغيار زادت، اللي هي السيارات غلات، اللي هي المحروقات زادت مرتين واحنا الزيادة ما زادتش عنا. يعني هذه الكل يخدم في ظروف. قداش عندكم اللي عطيتوهم المطالب هذه وقعدتوا تستناو في اجابات، وانت تحكي لي قلت ما لقيتش رده فعل معنا؟ والله هي المطالب موجوده حتى من قبل شهر ماي. هو هالتاسيس الاتحاد نتاعنا ضايع بعد الانسلاق. الاتحاد الثاني هذا الاتحاد هذا الاتحاد الاساسي، الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. أوكي. بعد الانسلاق من منظمه العرف هذيك اللي نعتبروها احنا المنظمه نتاع الدوله، هذيك تخدم في شؤون سياسيه، عمرها ما خدمت امور نقابيه. فقط باش نعرفوا، خاطر الجمعه اللي فاتت كان فما اضراب وتلغى. لا مش الاضراب هذا موجود. لا الاضراب هذاك اضراب تاع منظمه الاعراف، وهم اللي ما عندهمش قاعده واحنا نتحدوهم. احنا الاضراب هذا اضراب مصير الاتحاد التونسي، واحنا نحملوا السلطه كامل المسؤوليه، واذا كان
استجابتش لنا باش ربما ندخلوا حتى في العصيان المدني. احنا ما نشوفوا الاضراب هذا قداش باش يدوم باش المواطنين يعرفوا. الاضراب مفتوح. مفتوح. الاضراب مفتوح ما عندوش ليميت صباح وليل حتى الاستجابه السلطه تستجيب للمطالب نتاعنا. شكرا لك. ماناش مروحين من هنا. احنا انقطع العمل نتاع سياره الاجره انقطع اليوم 9 اكتوبر نعتبروه بدايه نتاع استقلال نتاع التاكسي الفردي. هذا شنو كان ردة فعل التاكسيستية. شكرا لك فاطمة، رجع لك الخط. يعطيك الصحة فاطمة. كنا نتحدثوا على تنمية الموارد البشرية ويظهر لي أحسن مثال ناخذوه الناس اللي ماشية اليوم لخدمها وما تلقاش كيفاش تتنقل، معناتها العرف تعرف اللي التأخير معناتها مرفوض، الفلكسيبيليتي في الخدمة نتاع تجي مخر ونتاع باش تقول له ما لقيتش تاكسي باش يوصلني، معناتها هذيا حاجات يعيبوها. وظروف المباشر مثلا يعني يكلموك ثم مراسلة خارجية دونك يلزمك تقطع الموضوع، كيفاش تتأقلم في هذايا الكل؟ هذه هي ايفيكتيفون هذه اللي تخدموا عليه تحديدا. هذه هي اللي نخدموا عليها اليوم ولينا في محيط فيه برشا ضغط. فطريقة العمل اللي استنسنا بها يمكن في أول في العام في القرن اللي فات وأول القرن هذايا ما عادش نجموا نكملوا فيهم. علاش؟ على خاطر تبدلت المعطيات اليوم، تبدلت سورتو لي زاتونت، معناتها احتياجات الناس وانتظارات الناس تبدلت من ناحية العمل. أكثر حاجة مطلوبة اليوم ونسميوها سوفت سكيلز، معناتها نسميوها طريقة، هي سيتان تالون، معناتها سي كومبيتانس تكون موجودة، مهارة تكون موجودة، أكثرها وأهمها هي التأقلم. أنك تتأقلم في المحيط نتاعك. أنك تتأقلم في المحيط نتاعك. إيه الإحساس بالمسؤولية في العمل. هذاك اللي يخلينا نجموا نعطيه المردودية المطلوبة منا كأفراد وك مجموعات في العمل وكمؤسسة. اليوم تلقى مؤسسات 10 من الناس يشتغلوا في خدمة واحدة تتقسم عليهم مجموعة، ما تشوفش معناتها الموارد البشرية معناتها والطاقات الموجودة أكثر من العمل واحتياجات العمل في حد ذاتها؟ موجود منه هذايا، موجود منه كيفاش لهنا المؤسسة؟ هذه من مسؤولية أول شخص على المؤسسة هذايا أنه يحط استراتيجية واضحة من ناحية التصرف في الموارد البشرية نتاعو. يكون يغزر للموارد البشرية نتاعو كيما مورد آخر في المؤسسة، سي ان كابيتال او فيت. كيف الكابيتال فينانسيي هو أكثر حاجة مهمة، على خاطر مش الفايدة يكون عنده لي ماشين، يكون عنده الآلات المتطورة، لازم يكون عنده الشخص المؤهل اللي باش يخدم عليها ويكون موقع العمل نتاعو مضبوط وواضح، وخاصة واضح شنو نستناو منه كريزولتا. اليوم نتحدثوا على جودة العمل وتأثيرها على مردودية الشخص على المجموعة وعلى المؤسسة، كيفاش؟ علاش؟ خاطر اليوم اللي نلاحظوه في تونس ثم ظاهرة كبيرة ياسر ويظهر لي مثلاً تونسي ما شافهاش، أنه ضيعنا اون فالور، معناتها ضيعنا قيمة مهمة جدا في المؤسسات اللي هي قيمة العمل. ما عادش اليوم نغزر للعمل كعبادة، هي في ثقافتنا هي عبادة، العمل وعبادة، نسيناها الحكاية هذه. دونك ولينا العباد الكل تمشي للعمل مكركرة، خاطر ما عادش عندها هدف علاش يمشي للخدمة نتاعو، ما عادش عنده رؤية الغدوة. ولا معروف التونسي بالتكركير. اكزاكتومون. اي دونك هذايا كيفاش اللي نجموا نقولوا فاطمة اللي التونسي صلحوه، التونسي هذايا اللي نحكيوا عليه اللي هو معروف يمكن اليوم ولينا نقولوا عليه هكايا، هو التونسي بيدو اللي راوه ناجح ومن احسن الناس وقت اللي يخدم في بلدان اخرين كسوسوا في اوروبا والا في منطقه الشرق والا في الخليج. دونك التونسي هو بيدو. شنو اللي ثم الفرق وين؟ الفرق هو محيط العمل صحيح ورؤيتنا للعمل. احنا مالوغوزمون في تونس نسيناها هذيا ونسينا اللي وقت واحد يخدم في حاجه يحبها يتألق ويعطي المردودية والنتيجة المطلوبة. هذاك علاش يلزمك تخدم حاجة تحبها. صحيح. هو اللي يخليك من تتميز وتتألق فيها. اليوم ميد إرهاش مع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية، عندكم لقاءات أيام 3 و4 نوفمبر، شنو باش يصير بالضبط؟ شنو باش يصير؟ باش يكون ثم ندوات، وباش يكون ثم وركشوب، باش يكون ثم جلسات استراتيجية. شنو المطلوب؟ أنه نشوفوا وضعية تونس ديجا والمؤسسات التونسية، وكيف كيف
نعطيه رئاسة الجمهورية عبر لتيس مذكرة تكون فيها لي بوان سور ليكيل لازمنا نخدموا سنة في إطار إعادة إصلاح في إطار النظرة الاستشرافية دونك لا بروسبكتيف إيغاش باش نجموا نشوفوا كيفاش اليوم نصلحوا من وضع بلادنا اللي هي غالية علينا على مستوى الموارد البشرية خاصة اللي قاعدين نعطيوها في قيمة وأولوية كبيرة اليوم. شكرا لك عفاف خبير معزول على الحضور. نواصل معكم بقية فقراتنا. حوار اليوم مهم برشا مع وزير الشؤون الاجتماعية. نخليكم الآن مع منى في فقرة التغذية.